أخبار اليوم. أنا تحية كيسي وكلمة والدعوة من الحمد. من الحمد لله وكلمة من كيسي عشان بحبه وكيش ومصري أبدا وكيش. تحية وكيس سيدة أحمد المعطين عشان من الطابة المحمود الشريف يتكلم بالقسم. طبعا مش يعني الكلام اللي قاله عبد المنعم ماليش كلام، كل سنه وانتم طيبين ويا رب دايما متجمعين في كل خير. احنا دايما بنقول ان مصر دي ربنا حبيبها بحاجات جميله، جيشها هو الشعب وشعبها هو الجيش. كل سنه وانتم طيبين جميعا، متشكرين جدا.